دلوقتي يا شيخ عصام، الجزئية الثانية اللي ناقش فيها الإمام محمد الغزالي في فصل الغناء هي مناقشة أو ابن حزم فيما ورد في تحريم الغناء، يعني ورد في تحريم الغناء عن ابن حزم أمور، ولكن الكل مش عارف رأي ابن حزم إيه في الغناء يعني. لا، ابن حزم يجيز مش بيحرم، وابن حزم بيناقش أدلة المحرمين. أدلة المحرمين، لكن هو يجيز يعني. هو لا، ابن حزم ده من أوسع الناس في الإجازة يعني. أيوه. ابن حزم في كتابه المحلى ناقش قضية الغناء، وناقش قضية صوت المرأة. نعم. العورة أم لا عورة، أنه ليس بعورة، وناقش النصوص خاصة الآيات مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم. وناقش قول ابن مسعود أنه هو والله الغناء. نعم. اللي ناس ساعات عليها يعني في مواقف عليهم بعتين لي على أن لما أقول مثلا موقف من الغناء يعني ما يجوز وما لا يجوز، لك ابن مسعود قال وأقسم. ماشي. نعم. ما يقسم ابن مسعود، يقسم على فهمه هو. والإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين على يعني قراءة محققين في الأمرين يقول إن المفتي له أن يقسم على فتواه. نعم. لأن ده قناعتك، كما رأينا مثلا إمام الدردير يقول: والذي أدين الله به أن الفسيخ حلال. فيجوز العام يقول لك انا ادين الله بان ده جائز، او والله الحاجه الفلانيه حلال. نعم. هو يقسم على فتوى لكن لا يقسم على الشرع، مش معنى ان هو يقسم معناه ان الشرع لا قول الا قوله. ايوه. فده للاسف الناس لا تفهم معنى قسم الصحابي على معنى ايه. الامر الاخر انه ابن حزم رد في ان ده الايه بينت وقالت ليضل عن سبيل الله. نعم. فمعناها ان ما لا يفعل ذلك الا كافر، ومن استخدم الغناء للصد عن سبيل الله فقد كفر. نعم. فهل احد من الفقهاء قال ان سماع الغناء كفر؟ لا، لم يرد ان احدا من العلماء او الفقهاء خالص قال ان سماع الغناء كفر خالص. نعم. فمعناه ان الايه تتحدث عن الصد عن سبيل الله والكفر به. نعم. فالغناء ليس منه، فالغناء منه في حاله اذا استخدم للصد عن سبيل الله. نعم. كما فعل النضر بن الحارث، اسف لا يعني كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد النضر، لا اذكر يعني الاسم انتهى من دماغي دلوقتي. اي مش النضر بن الحارث، انما يعني كان عنده جواري وقيان يغنين. نعم. فيقول: اذا كان محمد ياتيكم بالقران فعندي قران الشيطان وهو الغناء. أيوه. ليصد عن ايه؟ عن سبيل الله. عن سبيل الله. فهذا هو المقصود يعني. فابن حزم رد على هذه الاله الدليل وعلى غيره. نعم. مثل حديث الراعي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر عليه فسمع صوت مزمار راع، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رواية الحديث أصبعه على أذنيه وقال لابن عمر: أتسمع؟ قال: نعم. فعاد: أتسمع؟ قال: نعم. عاد: أتسمع؟ قال: لا. فقال إن هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في أذنه دلالة على التحريم. أيوه. حزم رد وغيره فيها على هذا الدليل بإني أولا الحديث غير صحيح منكر، اثنين لو كان الغناء محرما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يسد ودانه معاه. صحيح. إنما يقول له: أتسمع؟ يقول له: نعم. أتسمع؟ نعم. أتسمع؟ لا. فشل صباع من ودانه. أيوه. معناه أنه هو جائز في حق ابن عمر، وقد يكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ترك المباح. فناقش ابن حزم هذه النصوص، ومنها حديث البخاري، ويعني حكم بضعفه اللي هو يعني: لأتانا على أمتي زمان يستحملون فيه الحرى والحريرة والخنا والمعازف، فقال الحديث ضعيف، وغيره من العلماء ضعفه كذلك، وإن كان صححه ابن حجر ووصله في تغليق التعليق. نعم. فرد على معظم النصوص، هذا باب كبير يحتاج إلى الإسهاب فيه يعني. طيب.